السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. توحشكم بزاف، توحش انني نتناقش معكم شي موضوع. صراحه عجبني الحال انني وصلوني دي ميساج من الناس اللي ما كنعرفهمش كيسولوا فيا علاش غيبتي، سكين علاش غيبتي. والله القاسم هادشي كيفرحني بزاف وكيخليني انا نزيد نعطي اكثر، لان فريمون باش كتوصل لقلب شي حد انك ما كتعرفوش، انك كتوصل لهم بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. كنبغي نشكركم بزاف، كنقول لكم كنبغيكم. فعلاش انني غيبت وشحال هادي ما صورت لا فيديو لا حتى شي حاجه؟ ماشي ما باغاش نصور، ولكن لي ظروف صحيه اللي كانت خايبه بزاف. جاني فيروس كورونا، كنت سافرت لكازا، راكم عارفين مؤخرا كنت درت واحد لا فيديو، وصراحه ما كنتش كندير الاحتياطات وجيت من السفر كنحس براسي انني واحد الارهاق فيا غريب. كنقول تقدر تعب السفر، ما عرفت شنو واقع. تلا غدا ليه كنحس انه نيفي، بحال ملي كيدخل لكم الماء البحر في نيفكم، هكا كنحس في هاد البلاصه عندي بحال شي حاجه مغيره على داكشي اللي كنحس به. كنقول شنو هادشي. كنحس براسي كيحرقني، ظهري كيحرقني، ما قداش نتحرك، ما قداش تنوض ندير شي حاجه، ما قد ندير والو، خصني نبقى غير ناعسه وراسي ثقيل عليا. في الاول كنت كنقول تقدر هادي نزله جاتني عاديه، ما الصراحه كنت كنحس بشي اعراض اللي ما مفهوميش. قلت نزله تقدر دير هادشي، هاد العيا، حرق الراس، الظهر. من بعد دوز واحد دو جوغ كنحس براسي كناكل حاجه ما كنذوقهاش، ما عندي حتى طعم حتى شي حاجه. قلت ما نعرف تقدر، حيت نزله محيده الفكره انني كنت قاسيت بالفيروس. كنشوف راسي الشم ما كنشمش، يعني ندير الريحه ما كنشمهاش. تما قلت هذا ما يكون غير الفيروس، ضروري خصني ناخذ تريتمون. اقسم بالله لو كنوقف كنحس براسي الا كنت ترعد، وكنحاول انني نوقف ما كنقدش. قلت انني ولدي بعدتو تماما عليا، خفت انه يتقاس. راكم عارفين راه حتى الوليدات راهم كيتقاسوا بهذا المرض، وتا هما راهم عرضه لهذا المرض هذا. فمن الاحسن انكم ديروا الوقايه. انا ولدي بعثتو عليا، مشيت ديتو عند ماما الله يخليها ليا ربي، هي اللي قبضاتو لي واحد 3 جوغ ولا 4 جوغ، على من نحس براسي انني مزيان ونقدر انني نوقف على رجلي مره اخرى. فخديت تريتمون، تريتمون ديال الكورونا راكم عارفينه، الزنك ايتو، خديت كلشي الحمد لله. وضروري من داكشي الطبيعي، يعني الحاجه الطبيعيه راه ليها واحد المنفعه اللي بوحدها. كتحاولي انك ديري شي حوايج طبيعيا، مثلا الشيشه بديك المساخن وديكشي زوينه بزاف، حتى هي عطاتني انني القوه، كانت كندير فيها النافع. يعني كاع ديك الحوايج اللي طبيعيين ديال الدار، ديال الناس القدام اللي كانوا كيديروها وكتنفع معاهم. الصراحه خديت فيتامين سي، زنك، كاع الحوايج اللي قدروا يعطوني القوه باش نقدر نوقف. والحمد لله انا رجعت، وكيف ما كتشوفوا الحمد لله دابا لاباس. كنبغي نشكركم بزاف واحد واحد على لي ميساج ديالكم، فريمون راه واحد الاحساس لي زوين بزاف. وملي كتمرض كتعرف الناس اللي فريمون اللي كيبغيوك، وتما بزاف د الحوايج بانوا لي. الغريب في الامر انه الناس اللي بعادين سولوا فيا وصيفطوا لي لي ميساج اللي ما كنعرفهمش، والناس اللي قرابين ليا اللي قرابين ليا بزاف، ميم با ما صيفطوا لي شي ميساج كيسولوا فيا.
حتى هما كنقول لهم ماشي مشكل، مزيان الانسان انه ياخذ واحد الخطوه ويعرف راسو انه نهار كتمرض راه ما كاينش اللي يعقل عليك. فتهلا في راسك، حاول تغير من نفسك انت والحوايج اللي كتشوفهم خاطئين بعد عليهم، فما تحاولش انك تسنى شي حاجه من شي حد، راه ديها في راسك وديها في صحتك، وشوف الحاجه اللي كتريحك، الحاجه اللي تريحك هي اللي ديريها، ما تخميش في واحد اخر وتقولي لا فلان لا. هادشي اللي نبغي نقول لكم. وبالنسبه للزوج كيف قلت لكم غنطرق اليوم لهذا الموضوع، شحال من وحده كتعاني كتقول لك راجلي ما بقاش دايها فيا، راجلي دار لي راجلي. ف النصيحة اللي نقدر نعطيها للعيالات هو إلا بغيتي راجلك يبغيك وما تطلعيلوش في راسه بهذا المعنى، فبعدي على الحوايج اللي انتي ما مريحينكش، شي حاجة اللي ما مريحكش وعارفاها أنها غتسبب في المشكل بعدي عليها، باش ما تحاوليش أنه ديك الشخص تبقي أشاك فوا تبقي تقولي له آه فلان دار لي فلان هادي فلان. فراه هذا هو السبب الوحيد اللي كيخلي الراجل ديالك انه يبعد عليك، هو ديك كيف كنقولوا النقير. فالسبب الوحيد اللي كيخلي انه يبعد عليك ويمشي، واخا يعرف يمشي للقهوه يجلس فيها ويدوز الوقت باش يجي غير ياكل وينعس، راه هو انت هي السبب انه كتخلي راجلك يبعد عليك. ماشي ضروري انه يكون كيخونك، بزاف د الحوايج كيخليوه انه يبعد عليك. فحاولي انك تغيري من بزاف الحوايج كديريهم. نعطيك مثال، المثال الاول انه الا عندك شي مشاكل عائليه حاولي انت تغيري منهم. عندي هاد الحاجه كضرني، هاد الحاجه ما مريحانيش، نحاول نيفيت ديك الحاجه باش انا نكون مرتاحه وما نخلي الشخص الاخر يكون متضرر، باش نهار كيوقعوا بزاف د الحوايج كتكوني انتي ديك الحاجه صافي راني حيتها عليا من الطريق، هي اللي دايره المشكل، هاد الحاجه دايره المعده عليها، باش نقدر انني نستمر. انا مثلا ما مهتمش براسي، انجلس نقول فوالا شو انا كي وليت غتهضري مع راسك وتقولي انا خصني نغير من نفسي، مثلا ندير اي حاجه اللي تخليني انني انا نكون راضيه على راسي، نبدل لوك، ندير شي حاجه شي اكتيفيتي. ما غاديش نقول لكم الصحابات وديك الشيء حيت انا كونط هاد القضيه، الصحابات ضروري تكون عندك وحده غادي ترتاحي ليها تجلسي معها غتعاودي معها، ولكن الصحابات بزاف ما نصحكمش بيهم عن تجربه. ف كيف قلت لكم حاولوا تغيروا من الشخصيه ديالكم، حاولوا تبدلوا راسكم للافضل باش تقدروا تكونوا وتكونوا مرتاحين من الداخل ديالكم. فالحاجه دائما اللي غدير لي المشكل نحيدها عليا من الطريق ونقول هذه ما صالحاليش، ما خصنيش نبقى مثلا نديرها ولا هذا. يعني انت غتبقاي تحاسبي نفسك، تقولي هذه الحاجه مزيانه هذه الحاجه خايبه، وهكا غادي تقدري تزيدي القدام. اقسم بالله غادي تحاولي تغيري من راسك انتي، راه ماشي الراجل، كاينين رجال اللي كيخونوا عيالاتهم بزاف الحوايج، راه المشكل كيبقى الاول والاخير ليك انتي، انتي هي المشكل حيت انتي ما حاولتيش انك تغيري نفسك، باقا في نفس ديك الشخص اللي كنتي فيه. حاجه باينه الراجل راه يدخل يلقاك ما مهتمش براسك، ما عطيهش وقت، ملي كيدخل انت خص فلان خص دالي في، راه الرجال ما كيبغيوش هادشي. الرجال كيكون حتى هو الله يحس العوان التمره ديال الخدمه، كيجي كيبغي يلقاك غير ضحكك، كيلقاك انت معمره يعني من الداخل ديالك ما مرتاحاش. علاش نخلي انا
راسي انني نكون لو فون ديالي ما مرتاحش ونخلي ديك الشخص الاخر حتى هو ما مرتاحش معايا. علاش انا ندير واحد الجو اللي كئيب في الدار؟ علاش ما نكونش مزيانه؟ علاش ما نديرش بزاف الحوايج اللي يقدروا انه يزيد انه يبغيني، يزيد انه يبقى يقول لا خصني فوقاش نمشي للدار؟ علاش غنخليوه حنا يبعد على الدار؟ راه حنا هو المشكل، المشكل الاول والاخر كيبقى للمراه، المراه هي المشكل. علاش الزوج ديالك انه يمل منك ومل من هاد العلاقه؟ فحاولي انك ديري شي حوايج اللي نتي باغاهم باش هكا تقدري تستمري اكثر. راه نعطيك في سبيل المثال، راه بعض المرات كتعيطي له الو شنو بغيتي، كيبقى يهضر معاك بواحد الاسلوب اللي خايب. علاش نخلي انا يهضر معايا بديك الاسلوب خايب؟ علاش انا منين عيط له ما نهضرش معاه بواحد اللباقه، واحد الهضره اللي تكون زوينه؟ نخليه هو يقول فوقاش مشي للدار، خليه هو يتمناه انه يجلس حداك ويتقرب ليك وبزاف الحوايج. علاش تبعديه عليك؟ ما تبعديش عليك راجلك، فما تكونيش سبب في خراب واحد العلاقه. حاولي انك تغيري من راسك وهكا غتكوني مرتاحه نفسيا وجسديا. وان شاء الله نبغي كاع الازواج يكونوا مزيانين ومرتاحين، ونبغي نقول لكم شكرا لكم، وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم. فهذا فقط موضوع داخل في العلاقه ما بين المراه والرجل بصفه عامه. كنتمنى لا فيديو تاع النهار تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم مره اخرى على لي ميساج ديالكم زوينين، وكنبغيكم بزاف، والهلا يخطيكم عليا، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.